السلام عليكم. الدرس الثامن من دورة البايثون. درس اليوم حنتناول المجاميع tuples. أول شيء المجاميع هو مثل القاموس، مو مثل يعني مثل الآلية تبع القاموس، لا، إنه مثل القاموس هو نوع متغير خاص بالبايثون. شو هو هذا المجموع أو tuples؟ التبل هي تشبه كتير القائمة، بس الفرق بينه وبين القائمة انه هذا نوع غير قابل للتعديل. مثل ما حكينا الدرس الماضي، التبلز هي من انواع المتغيرات غير قابل للتعديل، يعني مثل السترينج، بس هي بتشبه لحد كبير القائمة، يعني بتحوي عناصر. هي اول شيء متسلسل، عناصره مقادة بأدلة بأعداد صحيحة من الصفر لحتى نهاية العناصر، وكل عنصر بنقدر نوصل له بدليل الى انه ما فينا نعدل عنصر واحد منهم. هلا كيف ننشئ قائمة؟ تي تساوي اول شيء الاقواس تبعها، هن الاقواس دول العاديات. لازم بعد كل متغير، بين المتغير والمتغير لازم يكون في فاصلة. طبعا ممكن يكون بلا هدول الاقواس، يعني فينا نعرف طبل بدون اقواس. ممكن اذا بدي اعرف طبل من عنصر واحد، لازم بعد ما اخلص الطبل حط فاصلة. إذا ما حطيت فاصلة ما بيعتبرها تبل. كما قلنا المجاميع غير قابلة للتعديل مثل ما حكينا، يعني ما فيني احط ولا تي صفر تساوي اي كابيتال، لا، بساوي تبل جديد وبغير فيه الحرف الأول، يعني مثل السترينج بالضبط. وطالما ان المجاميع بتشبه القائمة، فأكيد فينا نعمل عمليات السلايسنج، نفس عمليات السلايسنج على القوائم بالضبط. يعني التقسيم هو نفس، اول شيء البداية نقطتين بعدين النهاية. خليني بس اجرب شغلة صغيرة. مثل ما قلنا مثلا تي، خلينا نجرب كيف. واحد اثنين ثلاثة مثلا. هلا اذا حطيت انا تايب تي ارجع لي انه طبل. خليني مثلا نقول تي تساوي واحد بدون اقواس، يعني اثنين عفوا ثلاثة، تايب تي طبل. هلا خليني اجرب مثل ما قلت لكم، اذا بدي اساوي تبل من حرف واحد، من عنصر واحد، اذا عملت هيك انا حطيت التايب للتي طلع لي انتشر، بس اذا عم حطيت انا تي تساوي واحد فاصلة سكرت القوس. هلا اذا رجعت حطيت تايب تي، شايفين هلا رجع تبل. لهيك من عنصر واحد فاجباري لازم احط فاصله بعد ما اخلص العنصر تبعي. هلا توابع خاصه بالمجاميع. في عندي التابع اسمه تبل، هو اذا لاحظنا بالديكشنري بالليست في عندنا توابع اسمها ليست وديكشنري ديكت، بنشئ لي تبل. هون نفس القصه، اذا حطيتها لحالها بنشئ تبل فاضي، بس حنشوف نحن استخدام تاني لهذا التابع. شو هو؟ انه تحويل سلسلة محرفية او قائمة الى مجموع. يعني مثلا عندي ال L هي قائمة، هون حطي تساوي تبل L، فراح انشأ لي تبل جديدة عناصرها عناصر القائمة نفسها، بس سوالي اياها تبل. كمان string نفس القصة، مثلا S تساوي بايثون، T تساوي تبل S، فالتي هون شو صارت؟ صارت عندي عبارة عن تبل وبقلب منها عناصر السترينج دول، يعني كل حرف عبارة عن عنصر مستقل. عندي تابع تاني اللي هو الايتمز. هلا هو تابع هاد هو بالحقيقة هو تابع بنستعمله على القواميس، يعني ما هو مو للتبل بشكل مباشر، بس انا اجلت وحبيت احطه مع درس التبل لانه بيستخدم التبل، يعني بيستخدم التبل، لازم يكون عندي مفهوم التبل عارفه شو هو لحتى اقدر اتعامل مع التابع. شو بيساوي هذا التابع؟ هذا التابع بنبعث له قاموس
بيقوم بيرجع لي قائمة بقلب منها مجاميع ثنائية. العنصر الأول تبعها هي عبارة عن مفتاح موجود بالديكشنري، والعنصر الثاني تبع التبل هو عبارة عن قيمة هذا المفتاح. يعني مثلا عندي الدي ديكشنري هاد اي بي سي، قلت انه الدي تساوي دي دوت ايتمز. الدي هون شو صارت؟ عبارة عن قائمة عناصرها مجاميع ثنائية. العنصر الاول هو المفتاح بالديكشنري، العنصر الثاني تبع التبل هو عبارة عن القيمة تبع هذا المفتاح، وهكذا. هلا اذا بدي اعمل انا عملية عكسية، يعني بدي ابعد، اذا بدي احول قائمة فيها مجاميع ثنائية بدي احولها لديكشنري، العنصر الاول كي والعنصر الثاني مفتاح، فبستخدم التابع دكت نفسه اللي شرحناه بدرس القواميس. فاذا انا هي القائمة نفسها اذا حطيت دي تساوي دكت، بيرجع لي اياهم كديكشنري. معناتها تابع الديكت شو بيعمل؟ بياخد قائمة بقلب منها مجاميع ثنائية وبيحول لي اياها لديكشنري. تابع الايتمز شو بيساوي؟ بيرجع لي قائمة بقلب منها مجاميع ثنائية، العنصر الاول مفتاح والعنصر الثاني قيمة. هلا عندنا التابع ثالث هو الزب. شو هو هذا؟ بياخذ متسلسلين مختلفين، يعني ممكن ياخذ قائمة او سلسلة محرفية، ويعيد قائمة تحتوي مجاميع ثنائية عنصرها الاول من المتسلسلة الاولى وعنصرها الثاني من المتسلسلة الثانية. شو يعني الكلام؟ مثلا عندي اس هي سترينج اي بي سي، تي هي ليست 1 2 3، حطيت ال تساوي زيب اس تي، فبيروح بياخذ من المتسلسل الاول عنصر اللي هو A وبيحطه بالدبل كعنصر اول، بياخذ من السلسله المتسلسل الثاني اللي حطيته العنصر الاول وبيحطه مع المجموع الثنائي مع العنصر الاول. يعني شفنا نحن العنصر الاول بيروح مع العنصر الاول بيقعدوا بتبل، العنصر الثاني مع العنصر الثاني بيقعدوا بتبل ثانيه، العنصر الثالث مع العنصر الثالث وبيقعدوا بتبل ثالثه. هلا تابع، في عندي تابع تاني هو تابع الابديت. هلا تابع الابديت كمان هو للقاموس بس بيستخدم التبل، لهيك اجلت شرحه لهذا الدرس. شو هو هذا التابع؟ هذا بيستخدم المجاميع، حيث يستقبل قائمة تحتوي على مجاميع ثنائية تضاف كمفتاح وقيمة الى القاموس. يعني مثلا القاموس الماضي هذا اللي عندي اياه اي بي سي بدي اضيف له انا قيمة رابعة. شو هي؟ كيف بدي اضيفها؟ بحط دي دوت ابديت، ببعت قائمة. بدي انتبه على الشغلة انه شو هو الوسطاء اللي بيقبلها هدول التوابع، يعني لازم انتبه شو هو الوسيط. لازم كاتب انا الوسيط هو قائمة تحتوي مجاميع ثنائية، يعني لازم احط قوسين قائمة بعدين قوس المجموع الثنائي بعدين بحط المفتاح بعدين القيمة اللي بدي اياها، بعمل ابديت. فهون عمل ابديت وضاف الدي للديكشنري تبعي، فصارت عندي ضف لي عليكم. هلا عمليه المقارنه بالتبلز. شو هي المقارنه بالتبلز؟ اذا مثلا بدي اقارن انا اثنين تبل مع بعض ومجموعين مع بعض، كيف عمليه المقارنه بتتم؟ بقارن لي العنصر الاول من الاول وعلى موجبه بقرر النتيجه. اذا كانوا متساويين، يعني مثلا هون الاشاره الاصغر، فبيروح على الصفر. اول شيء بقارن اول عنصر مع اول عنصر، لقاهم متساويين تركهم، بيروح على العنصر اللي بعده بيشوف الواحد اصغر من الثلاثه، اي اصغر، فرجع لي ترو. ما بشوف ابدا ابدا بتاتا، ما بيطلع على العنصر اللي بعده. طالما العنصر اللي هو موجود فيه حقق الشرط فدغري بيطبع لي ترو. ومثال تاني، اذا بقيمه الاثنين حطيت 200,000 مثلا، ان شاء الله يكون 2 مليون، بشوف هو عندك اول عنصر صفر بقارن مع الصفر طلع متساوي. هلا تاني عنصر مع تاني عنصر، الواحد اصغر من الثلاثة، اي اصغر، فرجع لي ترو، ما عاد بيطلع على 200,000 والاربعة. فبدي انتبه انا بعملية المقارنة التبلز شو بتقارن؟ بتقارن العنصر الاول فالاول، وعلى موجبها بتطبع لي النتيجة. ناخذ هيك مثال صغير عليها. هاي مثال 2 3 4 أصغر من
واحد، 10 أو 0 0. النتيجة طلعت فولس. ليش؟ لأنه الاثنين مو أصغر من الواحد، مع أنه الثلاثة أصغر، مع أنه كل هلا كلياتهم أكبرهم. هلا إذا بدي أجي أساوي أنا شغلة تانية، 2 3 4 أكبر من 1 10 10، طلعت ترو، مع انه الثلاثة مو اكبر من العشرة ولا الاربعة اكبر من العشرة، بس الاثنين اكبر من الواحد، فرجع لي فورا قيمة ترو. هلا بدنا نعرف تطبيقات المجاميع. شو عشو بنستخدم المجاميع؟ شو بنستخدمها؟ في عنا عملية كتير حلوة فينا نساويها بالمجاميع. شو هي؟ عملية السواب، تبديل بين المتغيرات. يعني إذا بدي بدل بين قيم متغيرين، يعني مثلا عندي A و B، بدي أسند قيمة A لل B وال B لل A. هلا بال C++ أو باللغات التانية شو بنعمل؟ بنحط متغير وسيط ثالث هو التيم، فبأسند قيمة ال A للتيم، بعدين بأسند قيمة ال B لل A، بعدين باخذ القيمة تبع ال A القديمة من التيم. بينما بالمجاميع فورا أنا بحط A فاصلة بي تساوي بي فاصلة اي، يعني بدون متغير ثالث وسيط، فلحاله بيعمل عملية سواب بيناتهم. استخدام تاني، هلا طبعا هلا ناخذ مثال بسيط على هاي العملية. هلا مثال تاني هو ارسال عدد غير محدود من وسطاء الى تابع. شو يعني؟ يعني اذا في عندي تابع انا بدي ارسل له عدد كبير من المتغيرات، وانا ما بعرف، يعني حسب المستخدم، هو بكيف المستخدم مو بكيفي لي. طبعا هي ما فينا نساوي بلغات تانية. هون شلون بنستخدمها؟ عن طريق التبلز. بنستخدم الرمز نجمة، فبحط له انا ديف سم اول مثلا، هذا التابع بيعمل لي بيطبع لي نتيجة جمع اي مجموعة اعداد بدخلها انا مهما كان عددها. فشو فهم هون؟ نجمة اركز، يعني هاي الوسيط اللي حيكون هو عبارة عن تبلز، عبارة عن تبل تحتوي على متغيرات ما بنعرف كم متغير. يعني هي التبل هو بالأصل نوع واحد من المتغير، فبالتالي أنا بمرق له نوع، يعني بنوع له عفوا بمرق له نوع واحد من المتغيرات يلي هو التبل. هون شو ساوى؟ read value يساوي الصفر، for i in args نفس الشيء، مع أن التبل هي مثل القائمة، ففيني أعمل تتبع عادي. for i in args read val زائد يساوي ال i، يعني اجمع لي قيمة ال i، بعدين return read val. بهي الحالة شو ساوى؟ أنا إذا ببعت له لهذا التابع 5 أرقام، فبيفوت هون عندي، صارت ال args هي عبارة عن تبل بقلب منها 5 أرقام وبيجمع لي إياهم. هذا عمل التابع. خلينا نشوف التطبيق الثالث، بعدين بنطبقهم كلهم. التطبيق الثالث هو بعكس التطبيق اللي قبله، انه اعادة اكثر من قيمة من تابع. يعني اذا ما بدي ارجع انا قيمه واحده، التابع بدي اخليه يرجع اكثر من قيمه. انا هيك بدي اياه، يعني بجوز بدي اياه يرجع 3 قيم التابع مو بس قيمه واحده. فأنا بحط القيم اللي بدي ارجعهم انا بتبل، وبرجع التبل بيقوم بيرجع لي هو 3 قيم. هلا في عندي مثال جاهز على هذا التابع، هو تابع الديف مود، هذا تابع امبيدد. شو وظيفته؟ ها ببعت له انا رقمين، بيقسم الرقمين على بعض، بأول بيرجع لي تبل، بأول عنصر بيكون نتيجة التقسيم الصحيح، وبتاني عنصر هو باقي القسمة تبع قسمة هدول العددين. خلينا نشوف أمثلة. عفوا موجود هو. شايفين هذا هو التابع تبعي sum all. هلا انا هون بدي اطبع، بدي مرق له 3 قيم او 4 قيم، خليهم هاي 5، صاروا 4 قيم عندي. خلينا ننفذ التابع. شايفين كيف طبع لي 14 اللي هو مجموع هدول. ممكن انا بدي ابعت بس رقمين، شايفين طبع لي 5 قد ما بدي بمرق له. هي وظيفة كتير حلوة، يعني في لها تطبيقات كتير حلوة بالتوابع. هلا خلينا نجرب. شو انا كمان عندي
عندي عملية السوابينج، مثال A تساوي 5 أو A تساوي 4، ال B تساوي 5، فخلي لي A B تساوي B A. هلا اطبع لي ال A طلعت معي 5، اطبع لي ال B طلعت معي 4. هيك ما احتجت أنا لوسيط ثالث لأعمل عملية سواب. خلينا نجرب كمان تابع الديف مود اللي بيرجع تبل، مثلا ديف مود 5 و3 أو 5 و2. شايفين؟ أول شيء قسم الخمسة على 2 طلعت معه 2 ورجع لي باقي القسم الصحيح. هذول استخدامات التبل. هذا كل شيء لدرس اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، وبنلتقي الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.